الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان واكيس صدنات كمذا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. باب في النصيحة وحبابي هاي إن لو ضعت نقضوا واجباتك الدينية دي مسؤولياتك. النصيحة معاني بدن با لغو شيغا قبا قبا دونا وا روح الله خير ميرو وحا نفتضد خير ميرتو مسؤوليات ضدك كالكاغا آدن وضاعد ونقوتو ايا النصيحة دا اللو تشيدا. والخلوص أو الإخلاص أو الصفاء والتصفية معنه نواء ضاعد نمو شيء والبا إنسيه فن وضاعد لو قبتو. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. ذلك مؤمنين توحان ويا ولالو مرضي ولا ليهن وحي ولال وكم ضام كغا دنا بلا اسكربا. وقال تعالى الى يحول اخبار عن نوح اسو النبي الله نوح كورمي صلى الله عليه وسلم: ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم. وحايد غارسين يا فريمه ايو دمبالدي الهي داعدنا وايدي انا هاي وحوي سيدا عدا هوفن بان وحول بيدين غارسين يا وايدين خير ميريا. وعن هود نبي الله يهود ربي وحكيري سبحانه وتعالى مرغو كو رمهي وانا لكم ناصح امين. وحانا اذن اهي داعد بان اذن نصيحي اذن خير ميريا سيدا خير كالدنيا من الاخر وكترا اذن شيغي امين ولبا امن وح وخائم هي وح وقرن يمن وسنجر. واما الاحاديث في الباب ولذلك النصيحه وحيد هذا علمدو ارى الى معنى اما نحر كذا يا وحي حنبارسنت معاني اكو بكرم مجر لا يوجد ارى مرادفة اما الله معنى النصيحه نصيحه مركه وحين نقطة شيء والبا سيدا اوغو وناغسن ادو قبط شيء والبا واجب والبا كسارن مسؤوليه والبا كسارن سيدا اوغو فن اوغو داعسن نفتاد غيرك دينك كتابك الله رسولك وحول بائنات سيده هو ناكسن أولاد مادان نصيحة الله إله. وأما الحديث أحاديث كتمت بابك النصيحة ده فالأول كأهر يوحوي عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نبي وحول الدين دينت النصيحة وضع عدم وهفنان. قلنا وحو النبي الله لمن يي نصيحة أتهي. قال النبي وحول لله الله أتهي ولكتابه كتاب كسبي أتهي ولرسول رسول كسبي أتهي ولأئمة المسلمين مسلمين تهجان ذو ذي دين نصيحية ضاع أتهي وعامة يبلشذي الرعية المسلمين تراه مسلم مسلم باوريي دين الله نصيحة أتهي وحلق وضع إله سبحانه وتعالى وحلق دون ياوي إن الصفات كيسية أسماء ديسة سيد أبو هبون أذ أبرتو سيد أبو هبون أذ أمنتو أذق عن جلسو أحسكتو أعتقادسو وذلك إلى تشبيهها هي تمثيلك تحريفك تعطيلك وحاصل بنانك أتكمرتو اسم إله أذن ضفرين سف إله أذن ديدين أذن مخلوقاتك كشبهين حق إله أذن أحد كلا وذاكنين سيد أبو وناكسن إلى الله رميو وأنا رميسو ولكتاب كتابك ربي إن الرميو أو الراعي يي نصيحة كينيس إن ضد إن أتجرجودو أما وحكة الله سنتو أما أوامرت أتكتكتو أما أتكتو مطوع كار ربي نصيحة لا أموي وأخياني غشي وغشي النفط ضد نجرتو سدوك الرسول كن وحلق ربا التصديق والإيمان به ثم المتابعة له إن الراعي وأسق الله دبقلو وطريق الله لحنين. ولا أمة المسلمين المسلمين تا أي مضو ذي هو جاندو نسيدو كدين تنصيحه وتهايو إن الخير كأشيك تحمها كربتو مقشو أضع عدو أهو جانس تأوامير تضوحا معصية كاهين وحي خير دوكتها أشيك تو وحمد دوكتها كربتو أذن منافقين ضاعت أضوها تلدوني وعامة برشد إنتو ذكرنا ساسا لو يرى يد الله أنت لمسوعي ولعامة لوادي أنتو رى الله بلسوا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامة لوادي محايا لي ننكي بقرد يا مسؤولين تي سياسيين تو النقطة ضاعت النقطة ومركي خلدمان يعي هذا مركي سحيين كوتا غيره
aan laba aflaynin oo noqonin waji caabud oo noqonin laba afle laba wajiile aan noqonin oo daacad noqdo caamaha dambaab alawlaa wey mas-uuliinta la yaqaanaa in xoogow laga inalaabo إذا أكلت البطون استحيت العيون أفوحنا حشو أفوح عنا حشو بدي سما يد هذا مرك هالدين نين كانوا أن غنين ضاع عضو مسؤول كبرنت أشياء جية أن مدهنين نين مسؤول كخير كأشياء جية حماها كريبة يا وحسن كل راعية وحن كدي ذي برشة أنت يدك له وكسي في عيها يو مش الوقف هو حكمته ساسا مرك الله يري وعامة طبع الله قد جي ولا أئمة من الراعي رواه مسلم مسلم بحديثك وري الثاني حديثك اللبات عن جابر بن عبد الله البجلي قال صحابي وحلو بايعت رسول الله رسول كلاب ان عهد كولق علي على اقام الصلاه صلاه دين ان اوغن توسيو اون تكد اونن كعيارين اوقات دي اركان دي شروط دي اداب دي وايتاء الزكاه الزكاه ان ان بحش النبي احد يبع كولق علي اي والنصح ان لو نصح داعت لو نقضه لكل مسلم روح كستو مسلمه احد كستو مسلمه جرير بن عبد الله البجلي صحابه قدام بيسو سو اسلامي بو اها سنه كتمناد هجره سو اسلامي نين مسؤول او غاس او قيمه بدو نبي جعل هي بو اها مر خورن جنبي محمد عليه الصلاه والسلام سنه بركي ان لا نولا ولغا ايما ارق الا تبسم لي مركو ان كسو بخو نبي واي قسلي جيري واي موسون جيري وحن اورن جيري فودده وحا كوتا لا غعن ملك با كوتا لا ميشو نبي ويري خوارج نينكي اي كا اساسنتي فوديس وحا كوتا لا بر مدو وشيطان إبليس يكون رفته إن أوقيم بدن بها أسوق إسلام كل عصبة ونوع أعمال وين وديبي أصنام ومدة ديبي تتنين كم مدة وجر رحيب وها يمن نك الله دريب وها قبائل متمردين آه وكفراء أسو سوك الجابشين هذا قيم بدن بها نبي عمرك بعجون ولا جلي وحضر كيس نو والبا ماشوا كت المامي هاي هول خصيص النبي وكل رب الله مية عليه الصلاة والسلام تذكر وين ذكر التقانو رسولك لو حن كلب الله من الصلاة دول يجوز زكاة الله بحيو أنت كلا أوي الصلاة دي زكنين كمال سارة صوني حج كل غلقان ما هي أوي هاي لي أركان الإسلام كصدق لأوى وينيد أيا الله قب الله أنت كلا وطبع ساس الله قبس والنصح لكل مسلم روح كصوم مسلم إن أن أخير ميره أو سيدا سكت دنتي سوى كجر تأخري أدون بان أمره هذا يدون تاني قد بهاي وآتي بس عجيب ولي أو هوشة وقف لي سحابي كان جمن عبد الله البجلي متفق عليه قصة طريفة جرتاء ومركة مالي مال ما كان بذا أيونين أساق عن يره ساءها أيو حكوي العقد تنقاضو إيسو إيبي فرس فرس إيسو إيبي ننكي دعن يري زانين حريف وسوق يقانو قرقرادو كفي عمبو أهاي فرس آرو قيمة بضنبو حكوكياني صدح بقول الدرهم صدح بقول الدرهم بو فرس قيام بدن كوكاني نينك فرس كاسكالها يا فرس كوالا سعودة يا قولي جرير لك يعني فرس كوسا وفير الجرير نبي محمد نحب عقولا قالي ونصحي لكل مسلم مركز سوري ما لا اسكال فرس كها ما غاد نينك كوه في سن صدح بقول الدرهم فرس كا يقاقب سي صدح بقول الدرهم يسوى الله يتاقي هاي أنت صبر حال لكوي يعني كفرس كسكلاه واللقصه هالشيء صحابك وحوي لي أضون كإله يو فرس كذا أنت وكقيمة بدنيه فرس كذا صدح بقوله الدرهم وكقيمة بدنيه وما دقمه أفر بقول ما يقصين هابو دور حال بانكوه صدح بابان أقلاي أفر بقول محابد وابا يابه لي كرا حقه هذاك يستوي وحوري فرس كذا أفر قيمة وكقيمة بدنيه سوق هديل لجيو شن يكبرن بوجليا نين كان غرغرود كوغو بابي ادغونا باهانتا لغا يابا شن بقول ميغا سين ها بور سو ودي ولها ما شن وا كبدن يحي لخ تدوب 800 درهم بوكسي 800 درهم بو اتري و خري قادو انتا سفر كاد او دغما marka aan la kala faa'ideysanayn أدونك بايعه وحورني وولي روح كل ما ما بأرجع وركاني محوقها بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنصح لكل مسلم هذا أنا ما أنت سديد ده بقوله درم أنا فرس كاسي إن وحان خائمي أحد يجي النبي عليه الصلاة والسلام
inagu waxa weeye war mid dabaal ah oon suuqa aqoonin baan maanta helayo gaadhigii 50 milyan ahaa hee waxaan ku helay milyan 500,000 saaca bisaaca shahad shubi waad marqaami jirina wuxuu taagan yahay faraska inta waa ka qiimo badan yahay النصح لكل مسعوكيان روح مسلم كا إن أضو خير ميتو سوى البقو يدنتي سو كجر تؤن دم بآين أضو يش أضو قد نباك وآهاتي إنه مينو يلي كرا ألا كلفا إيش دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض بلي ذنك وأصحاب نيس لكن هذا هو النصح لكل مسلم هل كاس جرير قصدا سوليه ولا يقانو النبي محمد أوه فرسكي وصدح بقوله درهم نينكي ولا أوه قال محافوش لما راب وح كبدا شم بقوله درهم بإس الساري أصوه كبقية إنه أهد النبي محمد شبيع عليه الصلاة والسلام رقم قاسي أولا هاي صحابة كل قد برقم قاسي لها هاي قصيدة واثلة إيها الشكا لقب سطوات قرنيس مركو حاو يهو شاسي ودين تواسدة دين تواسدة خيانة الله وذي غشقة وإن لقدقوا صادرت من نوع عليه السلام وحيروا السوق مركة تكتان نينك أد أركتان أسوق بديعة عيب لإيوين يون أن قرينية وإن أتشيكتا بايع لو نصيحين مشترين واللوشي نينك بايع بديعة عيب لإيوين وحواجب كون نبي عليه السلام إنو عيب تعديه وقويده هذا بسم الله الرحمن الرحيم ريدان وعانا بضان تايه وتوغ سيدي معلى آدم ورعانا بضن لكن وتوغ ومنويو تيرها مسجد يوردين بيعوني راشينك لك رصدي قبوبي أفك لقلي وامتحان هذا قربة دي كشي وذيك ري عالبرت قسيس واد قرنيس سوقان هذا يدع عبن مجرد انتا يردو كوك الله ذان باديه لأن بسم الله كان واد شاينيس وافيك كان نوع حوه وإذا بدره كان واد الله صوح ذي كان أرجني إبسدا أفارها دتك قيل له يدين وهذا يجرته دا عبنبي الدين إسلام كإيبين أي حرام بكتها إنه إيبية شيء عيب لا أصوان عضين حلال إفتين بالله قشا رنت الله سوشيغا كيف بدي عدا إسكالها دو قرية عيب تبدي عديسي ومحام مسلمين تواجب كوا أق عيب تايدا إنا الشيغان با واجب كوا أصيغنا مشيغا يو أمد وح عيب لو كقضا هيا إذن كنا مشيغا يسانا وحالي ذين أفراداتك الله مقالو سوق سوق حمد سوق حمد جوغا جوجي مقا ريب بادري مدى جوجي ضدك أفرادا كبح غشيغا أم بيكو سعطا مرك سوق إنو يقوبان هيا لباتا كردعي وح إذن كسعن مجر أبرا لذين كسي الدين أمن الدهر إيمان وحوال بوينو إفتين وينو عداد وحنطو لسو الشيغو إذا أن نصعوا محي وضعت نمو إن حق ضعت لو أهذا إن دين تضعت لو أهذا إن شعب قد ضعت لو أهذا مسؤوليات قد النفط هذا وحق الضنك وين ضعت لو أهذا لبه كو أهذا الثالث حديث كصدحان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عنه صلى الله عليه وسلم قال النبي لا يؤمن أحدكم متكين رمين ما إله إيمان رميسترون كاملا حتى يحب لأخيه إلى أولالك لتش على ذو من الخير خير كحق سر روايد النسائب عضي سيه ما يحب لنفسه وحن نفس تلتش عليها متكين إيمان رب لقيه لماي أما إيمان بوحور رميستر لقيه لماي على رأي الجمهور هو صواب إيمان رميستر أبوحة متكين لقيه لماي إلى أولالك لتش على خير والبو نفس تلتش عليها أنه وابن كالقرصان النابة إن أدرك النفطار فدا خير قوات كقرصان وبشيك ميسواك ينرون خير بك عندك وهي حتى يحب لأخيه والك إلى ولج على من الخير خيرك وناج حقي سما يحب لنفسه شرك الدوائن لسلن عباد وهاك شرك أدي الدو خير كان الله جعلات إذن ومن النصح باب النصيحة أو كان النصيحة ذا كينيس هذا دوار الكضاع أطهاي وحول البو خير تكفى إذا سنة سوينا ضوئي له حما أتكفوا جاني سوينا تكفوا جيسود أقدقتو باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب وين علوس بوشي وغد قنتي الأمر بالمعروف وناجي سمه الله يسفرو بابي هي والنهي ريبد الله يسكرب عن المنكر شيء حن حمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأصل من أصول الدين وأنا واجب على الأمة الإسلامية بإجماع أهل قبلة
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحد قبل مشروع إنه سنية هاي أما مباحية وواجب دينية ومدى صارا وأن فرض كفاية فرض كفاية ومضى هذا قيف هو شو استأجته حما ومضى يكرر بتوين سمعنا أي فرض أنت إنك لو وجوبك وإنا قد عاية حديث لو يضعفه استأجته وش أيضا دم بوينا وذا قبانية دور حال مركب فرض عين سب الدلاء أصل كسوة فرض كفاية دور حال أيو حنوقيا فرض عين وأديك كقبانية شيء خاصة سدى الصلاة واجب كوكو طيب واجب كوكو نقانية وقرمة حالة كبد ومركب شيئا منكر كأ أما شيئا مناجع معروف كأديك موين أحد كلو جرنا يؤس شنتنا مؤك حمام بملك العيسى أما وناك بلغت جيا علمي هاني أقون هنا كل جام بكور قبة أنت كلو عامو أما وعلمي كما ورهايان بو هوش الله مسعون واقع يدعذي سلس عن بي حاجة ده فرض عين بكون نغنية أديجا حكون نغضي حق خاصة هوش كهيسة وحق لو فرض عين كون نغنية يدو لو دعوكي هالشيء أصغى هدد كليجا وحكا قبان كرتو أود بان ليه ده وحاطة هيئة الحسب والله متل الله حلساري وحاطة عضي اسم والله قح شونيو شيخ هوش وحكا قوان كرا نينا مقواوين واردال كان ميل ساري كرا تأضم ميل ساري كرا الدربان كيسي خمريسي كتش بين كرا دويس وارانا بيرك كفر يسان كرا أود اللقوب بدلي منكر كان كلي قابالي أما أود سياسة هنقطو أما مد حالة ذي حوقي مرقية هنقطو محسوب بدل مركا أيضا فرض عين أضوه كون نقونية وحوك لو فرض عين كون نقونية مركا لغو حسادك هوش أيضا مثلا أضوه با كور قبه وقق انت كلام دوك كلام أضوه با وحكا قبان كورو الدورين كرا منكر كاني أما وحاتا هيد لو حسار هوش أين هيقابة طبع كهيئة الحسبة وكهيئة الأمر بالنهي عن المنكر دولة الإسلام وحيت ورقنا دورك حافظ هبلو إذن كإذن كوغي وناقنا فرح ما نقبت إذن كالذي كلا حساب تمي حيل كاسو سوصوفا كان مسؤولية قناة كاسارا حال ظهر دورك أيو فرض عين سبة جلا قال الله تبارك وتعالى ننك أمرك أشروط بولاي هاي منكرك شروط بولاي هاي معروفك شروط بولاي هاي طبعاً قضى عشر كمركم نجب جبينان إن شاء الله تعالى بابك باب يرقى روي بينه تلمام دونا إن شاء الله قال الله تبارك وتعالى إلى يحيي ولتكن منكم أمة ولتكن منكم أمة أي طائفة هل له هذا كمن نقطة قيب يدعون أمة أويرة إلى الخير وناجة يسمها ويأمرون بالمعروف في شيء إحصاء بالرجاء يسمها أمة فرتا وينهون عن المنكر حمان أمضى كريبتا وأولئك قوة ضدك خير كفرة حمان كريبة يأسوا استاغي هم المفلحون قوة الليباني قولي استيوي أيهم باق قولي استيوي وقال تعالى وحكر إلهي لو كنتم خير أمة أخرجت للناس وحاض أهيدين في قضاء الله وقدري أو في اللوح المحفوظ أمتهم بإلان كنتم تادم ما دام عن ما ضعي وضطه وحو الرئيب الله استعماله خلاصة يوجدوا حاوي وحاتهين وي كنتم خير أمة أمة مدى أخير بدن باتهين أخرج الله صاري للناس أمة الله صاري آدمها الله صاري محاذكو خير نقطتين سيدنا عمر حول شروط بإله خير يدو إلهي مركو ليه وحاتهين أمة النبي محمد أمة مدى أخير بدنين خير بدن داسي إلا إسكماك لقلما ما أقين وحي لدى الشروط شروط أنك اللقوة يواكبها يا خير يدو تيبا إلهي بالله تأمرون بالمعروف وناقا ضد كفرتان وتنهون عن المنكر حمارا واتكربتان وتؤمنون بالله الله نوات رمينيسا ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون واتكرنيسا إذن شروط بين يدهي وحالك أرقر أمدين يقول الرئيو الدنبا خيركم مدى وفري جرين حمارا وكريب جرين صفات كان يتلمامها ولا وذاقاي شيء قال لو إذا جانا مكة يعني إنا ضمضة وحدير طايسي وحكو جرا وحال ليدي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أمة محمد أكمل في غيرها وما ذي نقوله الرجل ما تذكر خير وافرج جرين حمارا واكر ريب جرين لكن أمة دين نسيها وش أقول استاجتي وصوب ككاني حكمة كانتي إنا نبي قد بدي نبي الله صوص عارين مقام كأنبياء الرسول شيء استغر أمة محمد
si ay gudashada ay gudanayaan nabiga fariimihiisi iyo dhanbaalkiisi iyo xilkiisi balligu canni walow aaya waxadiitu can bani isaa walaa xaraj idan haddana hawshaa ka gaasiroon ka dhacno waxa weeye heli mayno wixii ilaahay inoo ballaqaday wanaagah waana nabigu wuxuu yidhi waa horaana laga tegaa hawshaa waajib alamr bilmacruuf wannahyi cani lmunkar oo taagnaan jiro la yaqaano caan ahaan jiray xilligii saxaabada iyo taabiciinta hadda waa laga tegay waa indiraasay wadadii sixaab baa fuulay waa baaba'day caws baa ka baxay iyo qardajabi iyo qodax baa ka baxday saasuu yidhi gurmu sidaale waa qarnigii toddobaad qarniga toddobaad buu sidaa leeyahay toddoba boqol oo sano ka hor buu sidaa leeyahay hadda maxaad moodaa hadday daifers xil qaanto ay suuqa iyo meelaha marmaraan waaba la xidhiba bankeedhi baa taqaanaba bulshaduna iyagayba eedeen maxaa baddaa geliyay iyagu danooda may qabsadaan bal shaaqla-aanta daya eror buu soo galaa isagoo koofiyad weyn markaas ummadda ku soo fogaagahaya muu shaqo tago oo shaqaystu xamaash kulli waaba la eedaynba dhibna waa loo geysan loona garaay mahay wax ku qabsada aadama qasan waxaa ugu daran dhibka ugu dhaxagana aan lagu garaabin wuxuu yidhi nin ku dilay waxaa kaaga daran midkaan daaya odhanayn idan ninka ku dilay nabarku u geysta maxaa ka daran war ka daaya kaan dhahayn ku waday hadda maraysa ku wada marka xaggii baashu tegaysaa ilaahayna asturo wa qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi khud alcafwa nabi maxamedow cafiska qaado cafigaasi dheeraadkana waa la sheego nabi maxamedow xoolaha muslimiinta wixii ka dheeraad ee baahidooda ka badan ka qaad zakaaan iyo sadqaan oo qaada waa la yidhaa alcafu huna alfadl waa lagu sheegay cinda salaf dhaafido ruuxa ku dulma ama kugu xogda la iska cafiyana waa lagu sheegaa labada macnaba uu kuu diidi mahayo khud alcafa dadka inaad cafidooda saamaxdo nabi allow qaado ama aadan xoolahooda inta muunadu kun aadan ka qaadina waxa dheeraadkaad ka qaada qaado wa'mur bilcurfi samahana dadka far wa acrid cani aljaahiliin daballada iyo xadgudubkoodana iskaga jeeso iska cafi u dulqaado ibn cabaas wuxuu odhan jiray aayaddan tobankii sano horay shaqaynaysay oo loogu talagalay markay gaala diideen cafigana anfici waayey wanaaggii la farayna uu anfici waayey kajeesigii iyo gobonnimadiina ay garan waayeen nabigu waxaa la afmaray umira bilkhushuunati walyajiduu fiikum khilda laga yidhi buu halkaasuu la maray ibn cabaas warkiisu waa war fiican dhib male laakiin waa qaacida caama cafiga meeshuu leeya baad dhigi wanaagga meeshuu leeya dhigaysaa xilli aad dul qaadaan baa jira oo iska sabri waana kuu fiican yahay faman cafaa wa aslaxa way waa khayr haddii uu baalki xad gudbana waladiina idaa asaabahum lbaqyu hum yantasiruun wey marka ayada ah markashay walba mawdcis hadii la dhigo marka aayaddu sideedayay ahaanaysa wa qaala tacaala wuxuu kuloo rabbi yidhi walmu'minuuna walmu'minaatu bacdum awliyaau bacd mu'miniinta iyo dadka la rumeeya labka iyo kuwa dhadiga aba bacdum barkood awliyaau bacdin acwaanu bacdin wa ansaaru bacdin barkood markalay gacal u yihiin waa walaalo waa ahal hadday marka isu yihiin gacal iyo isuhiiliyaal isu yihiin oo isku jeel yihiin maxaa yaalla meesha ya'muruuna bilmacruuf wanaaggay isfarayaan وينهون عن المنكر حمها يسكرب هيا ويقيمون الصلاة وقال تعالى حديث كم بو آيات الله معنى المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى واذكر نيسا وقال تعالى وحكم ربي لعن الذين كفروا كو قال لي الرسول كو كفري والا لعنضي ilaahay lacnadiisa baa ku dhacdo min bani israel reer banu israiil maxaa lagu lacnay calaa lisaani daawuda wa ciise ibni ambiyada carabkooda lagu lacnaday oo bimacnaa towrad baa lagu lacnaday oo zubuur baa lagu lacnaday oo injiil baa lagu lacnaday diimihii oo dhanba maxay eersadeen oo eedeen dalika bimaa casaw wa kaanuu yactaduun lacnadaasi fi zabuur fi towra fi linjiil waxay ku kasbadeen xadgudubkoodii ay xadgudbahayeen iyo amarka rabbi ay khilaafahayeen kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluu waxay ahayn kuwaan iska reebin oon yac iska dhihin munkar iyo xadgudubay la imanayaan labi'sa maa kaanuu yafcaluun waxay sameeyeenna kaasa ugu ba'an oo ugu liita waa maxay waa cadamu tanaahi can ilmunkar iska reebid la'aanta layska reebi waaye munkarka ee kii munkarka waday iyo kii kaleba ay iska wada shaacobahayaan
islaqumayhiin anuhu kulli waxan sameen mahay adu iska wado la isleeyahay wato ugu daran labisa ma kanu yafalu sadarta ulama usul wahida hadin at-tarku al-maqsud wa fi'lun ولذلك المراق وحوله والترك فعل في صحيح المذهبي سوى الكف بيت كيس عفوا شطر كيس إذن عدم التناهي عن المنكر هو فعل ترك هو الله يمد منه وامد غير مقصود منه ومقصود ومن ثم المالكية هذا كتاب قرآن وقش دحيا أما الصحراء دحيا أما ملبوس النيراء لغو التوري أما وصخ دحيا على أضوء قادي كرهدادا قادي ومرتوط دافت قال باتاي كي كتوري وحيدا وقال كي دافينا وقال كان دمي حكو قالوا تركوي وترك والترك فعل في صحيح المذهب كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون باربكين وفعل شيء قاد قوان كرتو إذ كتكتو أضو قوان كاركس وقتك تواط ميسي كالفاعل باللطوطة وقال تعالى وحوك ربي وقوي الحق من ربكم كفار قريش ورك إذا يكون هيا أن من كان يرير كآم أن من كان ضعف أن مقع على هين نقف كبح نبي الله حق ترى الحق من ربكم حق وحق ربكم بكيمت كان رويال فاميلي كان معوا ان اللي بحسن كتابتي كان حقوق ان غوميدي ما تقان دينته وحي تقان حقا انك قاطع يا قيمه له وحدكم ميزامنتين ان اكرمكم عند الله اتقاكم الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ننك دون هرميو دينك قاطو ومن شاء فليكفر كي دونها كتو وعيد تهديد اختياري باحماء باجماع الامه ومن خالف فقد كفر اسكو غدا هو شايدا وقال تعالى وحوك الور اله يلي وحو هبلو ارغا فكي اي ارغا فكي ميزان حولها كفعين اللي حجعل فعين بعض حضرت ان ان او غوديدو مركاس وحاد ليدهي هبلو ارغا وكاسه او شقادو ارغا فكي ودك مخو جيدا وها كوغو دحا ودرك دونتا وي معلن كبار الارض يقولوا دارته هبلوا ما انت 10 كي كسو بخي وا يعني وجهه 10 سبع على وسو بخوي هذا كسو بخوي دره دنقد با كو تقانه يا وشمس با لغو قادي وي وشمس اللي دنكو قادي دنكو نمن كبر سمباتي وشمس وا معلنك يا ارضو دبا كو قراعي انت لغو دوبو walugu duub indhaha lagu xiray gaas lagu dhex fadhiisay ardaydi 100 arday oo kiba ul haysta iyo macallinka hal mar ku saar usha meel ku baxsata washamsu walugu qaaday sidaas weey washamsu wadhuhana wal akhri jiraad ma kala lagu garaacay ma qaan ushi washamsu wax wada wax ka dhaxeeyay awshara asmaan tii baro malay hawshu marka waa goodi iyo tahdiid حقه حق الربي بكيم إذا ننك دون هرم وكوب بادوي ننك كوكو فريانا أصيغ وطالو نار باقو وحو ووعيد ما أها خيار بالله دينه دين تكبحا دين توالا قبح كرا ولا سوء قلي كرا ولي قد بالا قبح كرا ولا سوء قلي كرا أهو شاء اسك إلالي وذا دا كوك قالوا بينا كنا كوك قالوا بينا دين تنبي محمد ودين كودن بي حق آوي ننك كصبحا إديدة انتو قال كبو ذا اخر نربا قواحي هدو ساقو دنتو ولي باسا كسي دران قال ذا اسليين تا ادون كان ادي تبر له له من بدل دينه فاقتلوه سي سيدنا ابو بكر بلوغو جهادي كوركا اللقادي حوليه سوا غنيمو عروتي سي هوينك سوا محي وصبايا وحاوى محابيس اي غنيمو وهدي كوافقان هوينك كفر قاعي كوافقان رقوضا أما عررت فرق تفصيل بوضع فقه هذا الشيء قبل الردة يدي بعد الردة هذا الشيء بلا تفصيلية سيدنا أبو بكر وام حي حكم المرتدين عنده وحكم الكفار الأصليين ملعب أبو بكر الصديق ملعب كافي عنا متشرو طريقة المرتدين مرنا سواء محي حق غنيمة حوله هذا اقتنام حوله هذا يسبق ذريته هذا ضمركو وكل كفار الأصليين سيدنا عمرنا موسى خلاف على التحقيق موسى خلاف وانا رأي الجماعة من المالكية واجماعه وشاكوكو انتبين مجر انا لدون سنكرين
أولاد المرتدين ونسائهم مجرى نسكن وحوت المام يار سدا أيضا. وقال تعالى ربي وحول فزدع نبي الله موجي نكر وشرنا حول فزدع بوشي بورازو حاوية وتفسير في عن وحي وحي يعني الضبا والله امرأة الله ساري مركة لفيد محل هذا هانتو سي دوولان تاي ما هابوركو اوغو دغن ياهي ماركا بوغ لغا سيوا مخاي وا لا بوجيو وي داركا كا قاد وي الا دعوه سري النبي كو جيراي عليه الصلاه والسلام داركا كا قاد وي نبي الله هابوركا كا قاد ماركا وداد ري وجر با هدا غور غلي استاغ مسادو وانو بغا ارغيسا فزدع بوجي بوري بما تؤمر افادي ور عدا هذه يدوس كفتر ايد معنا وا مخاي حقرين حق النبي الله بنانك الظاهر وي سريده كبح بما تمر وحي لو فري. وقال تعالى وحي ربك الويل انجينا الذين ينهون عن السوء والفحشاء عفوا عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون انجينا الذين قلي قرنا اصحاب السبت يهودي يقولي يهودي سوره عرف لقى شكي انجينا الذين ينهون عن السوء وحان بد النبي وربي يري انت تدخل معها كريبت الطائفه الامره بالمعروف النهي عن المنكر ولا بد باذي واخذنا الذين ظلموا كو قرد الرانا وحانو كو قبنا بعذاب عذاب عقاب بئيس بانو درن محل لو قبت عذاب كادرن يا بان بما كانوا يفسقون اي لفسقهم وفسوقهم اردى اللي مروا علوم مركه طائف الاصدح طائفي اهين قلي وقليه ظلمي قال لي يمد اي حد قدبي وطائفتي اعتداق في السبت السمايسيت قرنيسان قلينا وقليه ريبي ورك دايا ور حد قدبك جوجيه ور مالنك ربي اذن اوغلاده قبرارته اوغارسدا مالنك لا اسك صبرا قدود كان سو جيخدان يا كارتدان جوجيه معذر الى ربك انك يلو انما كايغون وابد بعد النص واكو عاديه قوليه ايوا امسي الي مخاي هوش اذا قليي وصدح ضعيف الطائفه الساكته الطائفه الظالمه الطائفه الامره صدح ذاك وحضو سلف كويس خلافين قوليه ايوا عبد الرد السمي سي توصف فلك ولي من الا عذاب القران كعدي قوليه كرب حمها اني بدبدين القران كعدي كوي آموسي إن خيرك أم الضفارين حمهنا أن كريمين أيونا إذا بدردي أن ست وصف قعنت أولقلين محال لقى سمي صوابك أيونا والا عذابي رأي قاس أو رأي ابن عباس في أحد قوله بان الراجحة كو هل كان ينمك كجران وأخذنا الذين ظلموا والله بقيبوت قيب منكر كتوس قعنت أولقلين قيب كريبي ويدوي وعدم التناهي الهرام بلسوي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون عدم النهي عن المنكر مع القدرة ومحي ومنكر إذن مرهد منكر يهي وحاوة إيقونا ظلمة كجران ظالمك نين مباشرة يين المتسببة النقونية طيب رأي قاسها صحة أحاديث بانبانا قطمت إن طائفة الساكتة أولي بآموسا أيضاً شقوان كرتن أن يعدهين إلا حكم طائع المباشرة والآيات في الباب كثيرة معلومة آيادها بابك كي من نواب بديه وانا لا يقان شيخ وارنتهد وباب أول علوس بابك باب الأمر المعروف ودين تورنوي وأول المعروف التوحيد وأول المنكر الشرك والكفر وأما الأحاديث أي نوي فربضانتها فالأول كأهر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول قلوا لما مقلي مرة منكم منكرا ننك منكر أركو المسلمين تكامدا منكر يعني حما أركا دنب أركا لصميني فليغيرها كبا دولو دنبها كدور شو وها كوري ماد بيدك عن فحكك قبطه هذه مركب منكر كلا أركا ومسلمين تأسك قبل الله يوم وقعنت ولدت إلى هذي بمشرين قبله إنه ما أفو بين عرضت إنه ما أفو بين إنه قد دل عن ما قبتين دين تنو تجنن لي لكن مركب إن ده كفر سنة أي ربنا عقابه إنه وآخر الله جارين بق
فإن لم يستطيع هدو أوذي وإنو قعانتا منكرك وحكاك قبطو فباللسان عربك وحكاك قبطو هكو دورشو فليغيرو باللسان هو عربك هكو دور وركد آية ورهي وروح ماها كف قادة وريلهي كعب صدها يداد فإن لم يستطيع هدو كري وإنو عربك كب الدلوء الضالي سديده حور حسن البسري بالي الحجاج يربن أمي ما ذيعده حور يا إخواني إن السيف حال دون الكلام بور إن السيف حال دون الكلام نمن كاداته إله كعب صدق قرطه كم بغان هدي مركه وحوري نين سيفه يستي الله اللي كرا نين قاسوكو اسبيدا ميدامين ايا اي اسقرحين ايا ساق اطلاب ري حجاج يريبن فود قلين ليا لكن أنا وحوري وحن هلا يا دين تي إسلام وحن هلا يا رخصو إنان اسكا امس مرة دي عر يا هلا اللي سيلا عر سوق يا يد هذا ونون كان قال دين نقط إن ال إن ال إن السيف حالة دون الكلام وحن علوم ذوك إجماعين هدي هلك أي جاد ونك الصور الرجية حق إله أهلية إنه كفذ بدينها إنك قاتة رخصة سيد الشهداء والنبي قلت المام عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء وحمزة إيو نين بقر جائر الظالم يقول ولله كعب صورن طوق الشيء فقتله يعني شيء حق وإن له أحد أبريرة أو نفتي سإلهي كئيب سدا ومضنا وضنا يوبد بادية ما قاعدوا يا ما قاعد هذا ما قاعد ها محل وين هذا عصير لصعلة وركان نقاس أي ودي ولادكم عند واسك كفتن وحلي ولادكم صو علماء دي إنس يتبرس 1975 كود لي مقدشة حق وسوا استغواش وسوا قلي مايا يا محيس وقلي وياي هذاي مرك عذر كلا كبد بادا ويسوا قلي يعني حي لي طاغي فاجر وظالم حق علص بينه استاجي ولي بال ذهب كقلين تاريخ أمضى مسلم كمعاصرة صومالي دو سيد أغهر يمادين دساتير تا يا قوانين تا يا حرارك كردان كا الدين تين أمض أغهر تمد مجرد تاوغ هذا وبال دهب الشرف اللي دهين وي أمضي هوري عربيت أما عاجم واهورا هوش انتين لمريي لغن نستي كون سغال بقول يا كونتن كي الى لبكون لباتري كود امه سو تاغ دستور مرمنو امن كان دغالم يسو ديدن دلنيرو عام علوم وايل دمر هبلو عيد كستا سوشيال ميديا وحي كدغاي دلنيرو سوماليه فيريا رق يا دمر با تقيدي واويني قيس امن كان لما ديدن كتاب ربك حتى لي سومالين با لايا تاريخ ادونك دبو فيريا عالم كميل انتي تبون ولا الله سوق بتلو جد لي كتابك ربي جه حتى لي ما يدستور باطلنا يجا كتير هذا ترى حديث كان ولي واد نوشين مركب دان بدن لا يغفيري وحان إذن عان هيرا وحان ليها كسي بديان فرس كشادلك وحلاقو ودا هسي كرر قاتو أما أنت مركب لكن سيدن بابيني تاسم هذا الإنسان هاش دكاننا كتاب كان ربك يؤهيلن بأباهن ياهي إن الله يلي أباهن ياهي محمد سيد بردن بقو قلي وحكدن بوينا آذن عبد الله عثمان وحكدن بوينا دولة كدن بيسينا شرماكي عقال وحكدن بوينا عبد الله يوسف وحكدن بوينا شريف شا أحمد وحكدن بوين هي نين قاس هاو شيء قليه هؤلاء هذا طابتان عشها يا لقيادة هيا كده هاي هؤلاء يا اللي حسوسين وحاكدن بوين يا كحي لي شريف حسن قرقورتي وحاكدن بوين وحالة سعود شريف كرسي مبقي نيك أضب حسين هنا 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 عبد الرشيد ها محوا مقعيس عمر عبد الرشيد كرسي مجيب أبو بحين قليها هوي كود أبو بحيان محي كان أبو بحين أيام هلا ويدي وحايز وحاقدم بوي ك
كان هذا جوجا فرماج كل جود إني سياد بره وحول لي محوها هل مسألة ورد حالك كمل أيو يكهله هل مسألة حيرك قويس كل يد أو دحالك كصاب سنة أما جورك كوا كت كوا كهري كوا كت بكل الدين كورن ببدلين بالدين كورن دستور من ألف إلى ياء صعدوا كتاب الرب يجرب صعدوا كبال مرأة وكفر أبي أمضى كل ينيا مركز عامديني علم هبل الله النحرس من حوين هبل الله النحرس بدكوا هيسا إس إلالية إس إلالية كتاب الرب جاي نجرب مرأة ودستور قوانين كاني أو سيدا كم كلن تي الله نحرزته واتكو قالوا بيسا شوغا كفر صدا ميشا بعاها كو هيسا اسمك هنا هو شايدا كل ودبو آخرية كل ود وحيها ينهينا قوم أي قال صوت ربي يستنى عربيين ودين كل ود مني هالين وخير قبكو مجر كل وشاهدين بيهاين ظاهر كان كور قنوام حي وأنت عيدين شيء وحي أقرصون الله قرني ملحوين هبل واجد دمبوه في عنايو إن سيد برار لليه واجد دمبوه في عنايو كتاب القرآن كو آخرين هايو إن قولت بلد قال الله مايو ورادوكو مالين ورقانو قريو لما الله أمركا تشوغي وحال يلي انت مال اسكوي من نود دعي علماء أصير نود دعي واجد انتو شلك بابور قلي وسعودي قلوسو دو وصول لابتي فدي لقبته وسكوي وقولي صاري وحرم برهن لود دعي حال إيش محمد قولي إنه دعي وركان نقد دايبور كان دين كدين كسان رجوا نقد يبصدي علماء ذوق من هنود دعيس شحال معلني إن ما نمر كرودي بتشري واجد دمر ووو قادون وكخذ ضمي بقول هنود دعي كان صوحي دين تيس أنا وياه نقد يبصدي واجد مو في عناضي وتكن شري وهول هرنا وكحه ما ضي وحوال شك شجع مدول بنتو الدين كدمية مركو وضم بيس حلا ليه وفي عناضي صدام حسين محاد زادي بعثي واجد مو في عنا وحاك بحا نول ب انتو النالا وحن كؤجي بينك حكومينا كتاب الرب جاي إذن كأمقان صومالية كتابك وسود فعجرتين أدنى وادي فعلان نبر كاسي إيهرات كيان لغهارين كتابك ربك الله هيلو وهيل كتابك إلهي ورك أدنى الله تشوشي فإن لم يستطيع دو أود وإنه كبدلو أفكيسا فبقلبه قلبك هكبدلو سيدو بدلي قلبك إنه تكرنا على وحوين قوليها سر سياسيين تي طواغيتو مركي بلشد أوجي هنا يوحن ديدن تهاي علاش بيكوتها من نوران كرو ما أنت ربنا بوقف فكيري إنه بلشد أقن عيسى كديا فرعون يا كأود بدنا نبي مسوع أوجي هاي هوش هاي إنه ديدن هاي هارون بلشد أبو ربع إنه كهل حيو بير الحوسي ويقول الله بحطه ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف هاي أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وحيد إن سومالي وحد الرجل قم أمامه هي جبر حماته إيش هذا الله قط تجا أنتوا روان كيف قبضتنا إياه؟ نمان كسياسيين تي طواغيت قالوا صادر تي إذن كإذن قيمين إياه. بلشدو سومايت بي قيمين إياه. بلشدو هذا حمان تاني يكفر جديدو مرن مهيا. هذه لك الثقتان وإذا مرن هوشة هل قديدو يا هل ديدو أفئي أدن بهوشة هل قهريمات واتكوب لبانا إذن آخرية الدنب وذلك أرنك أصغى إن شيء منكر قلبك اللي قوك هذا مكاد وحك لك قبان ويدو أضعف الإيمان إمامتك اللي توي بمعنى التبرير والدرجة ير أي الله جيدا يعني ثم وأنا أجري هاي وأنا وانا رات كسنا وايريا راهو مسلم مسلم بعد كوري صحابي قال حورن جرى مركو حديث كوريو يودي جرى ان بدن بار منكر انتن ارغنا ان كعبسن الهي نعفيو واغي دنبا يقول لي بدن ضواغيد انت سو بخين جورو اي دين عريا الله ظلم بدن لا سمي ايو حديث كان مركو وري صحابي كحنوس ابو موسى اي عفوا يا ابي سعيد الثاني حديث كلابات
عن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحر ما من نبي نبي مشرو بعثه الله إله وصدر في أمة قبل أمة يهرس وكسر حصاري إلا النبي هدوجر أمة يهرس لكسر حصاري كان له نبي وحوى هانجر من أمة أمديسي حواريون سكيال حقهيال حواريون جمع حواري حواري والروح صاحب كأي ضاعدكوا أي سرهيهكوا أي واحد قرص كلا قرصنا أوسنجرين نفطون إذن رحيسو روح النبي قرر عاصيدا مايسترا بدحي مدك أن كمرين دين كيسية وددي سوى حواري الليل هذا يو أصحاب أصحاب لهنجري يأخذون أصحاب وجمع صحب أو جمع صاحب لبضو والله شيئا هذا جمع صاحب ترى هذا وكشاهدنا أشهد له جمعيه هذا وجمع صحبنا وكفرخ وأفراخ له جمعيه لبضو معنى بوالله شيئا لما لها يأخذون قاتة بسنة النبي سنة دي سقاتة طريق النبي قاتة وانكال يحنين ويقتدون قد إذا بأمر الدين كسنة قد إذا أيوه لهنجري حديث كمرك وعام أريد به الخصوص الخصوص ما من نبي وحلو جدا سيدا غالب كأه نبي والبو إله أصدر أمده كوريس وحولان جري أصحاب إيا أنصار حق أولي مت قادة أطاقر توحلو جدا سيدي بضنيت محال الحديث بينه كسو مري إن إجتا أنبياء الله صدر وعوص رمينين ولا أحد ولا أحد بيت صمرتين ثم انت كذب انها قسيه ضمير الشان والقسى وحد يجرتين ثم انها انت كذب تخلف وحا قدال مر من بعدهم اصحابتي وناكسني دي اهل خيرك خلوف دعوعل دعباس خلوف وجمع خلف جمع خلف بكسر الخاء واسكان اللام او سكون اللام خلف الخلف هنا ومحي والخالف بشر روحي هوري تجي وناكسنا متك كذب بي شرك اللي ما دا وحماه اللي ما دا لهذا خلوف كأولو جمع خلوف كواجمع مفرد كيسون وخلف خلف اسكو جو مركا أوي هاي خلوف أوي هاي جمع خلفنا خلف كوا الخالف بخير فرق بقول حي الخلف ما قد حركيزه والخالف بخير الخلفنا والخالف بشر روح أحده الرئي ككدم بي رات كيسي سيوضا خلف بالي هذا مد كيه الرئي وناكسنا دين كيسي كبدل خير عفوا شر يبدع لي ما دان وحال هذا خلف بالي هذا وكل دوين هذا هو الأشر والغالب في اللغة العربية وغدا وإزدوى مريان ولا يسمى لها خلوف خلوف كم حلقوية قالنا خلوف كاسي وحو النبي أجيدا عامية شعب مئه وسياسيين رواية كلا عديسي ثم بعد ذلك خوالف أمراء رواية كوا عديسي أنبياء ذي وناكسنيد يا أصحاب ذي وناكسنا وحاكد ضمبين دونا سراكيل مضح سياسيين تليال آفاء ومن ثم حدوقات مسلمين تعطي هجانك أهجاك جنت أهجاكتا هذه القاعدة السلفية ومنهج الصحابة في الصحيح وذكرنا سيدنا أبو بكر الصديق يمان هوني أحمس يدا قصوا بحضي وضل صعوته مركز ويدي سوي ترياتا مركز سحور وحان أي أحد من قريش حيث القريش ويبضنتها يا قريشيتها أحد من المهاجرين أحد المهاجرين تكمدان هاي مهاجرين ويبضني هنا سوى ربني تمين بار هاي ربني تيم ربني سوى دو حكاك انتي أبو بكر الصديق بان هاي إنك اللي سؤولك كوي دوات سؤال بضنتها وحا انت صاحبك في لمحا انت ايد بتاك انت وحيث الوحاد ايش شكتا دين تن وناكسن يا سندن وناكسن يا خير كان انتي نو سي جيريا سواش اوفرس سيدنا ابو بكر لويدي وحيلي انت اي مدحدينو توسنت هاي انت مدحدينو توسن صحيح البخاري كاخي ما استقامت لكم ائمتكم
عمر با لا ويديي سدو كلي و خوري انتي تلدي نو سياسادو ايدين توسنتاي علي با سيده ييري مالن كي نظام كا سياسي و فسهادو دين كوما هيسو سيدنا عثمان با ييري نبيغا هدا كو شيغيا ثم انها ثم بعد ذلك وحيمن دونه خوالف امراء وحا اض ودان اي تبليغ ودان اي وهابيه ودو اي اخوان ودو هدايب خير ودان انت ودك لوي وحاوي وحبك ما جرى الى وهاغو نظام كسياسي بين لا سو شيغي اود ان يلين هو دو وانا اسكو غين ان تلد انو هاغتو تاليسكو هذو مدحوينه نين في عن او وداد او قيمه بدن او نقدو كلين ودا اسلاميسان كلين هدا كلغه ودا هاغايسان ميشا كرسي اسا واخ كخريا ومن ثم ادون كن ودم خا لوو بلاوي نبي با لوو بلاوي انبياء علوم ما لوو بلاوي انبياء عام لوو بلاوي ادون كن ما لوو بلاوي نبينا ادم ما لوو ختمي نبينا محمد عليه الصلاه والسلام هذو حجابتين والكي عيسى يا سودك جون سو ختم ادونك اذا بالرساله والنبوه لوو بلاوي ثم ختم بالرساله نبي عمر خلك كدغاي حجابته وسفري يا خلك قبطي مسلمين تنك اقوم بدنا وخير بدنا واها وعالم سنه دينته ويقان ابو بكر الصديق فضل دعى وحوي انه هذه غور وحا انه قبطه تلده ميدكه اوغو فاجرسن اي استاغه كو كاجه اي اوغو دين خن اي اوغو شيطان سن با انه قبانيه تلدين وذا دين وحي لي البخاري ومسلم قال الله خير قال الله فديو وان من كعامد فجرد قال عربستي اعان نوغا غاليد اه لا لا لولتما وي كرسي او كو فريستون علماء الدين امد كو او كتابك كهدليا بخاري ومحاليده مسلم محاليده كتابكم او دخيه قرانك مصحفكو انه هلكا يالو بخاري انه هلكا سارن يحي هلكا انا مسلم يالو منهاج كنا ميشا او يالو وحيربا اذن كخيغه ان ايدنكو ادكيساتان ان دهنا شيداتان با لين كربا ما يفانت وركي وحيروي وعيدا عربت لا يضيع حق وراءه طالب حق نينك لها دبا تاغن هي مردومو مركها كهن هوشا ايدا حيل انا وحان سو انو اسكا داير سو غاري سياسه الصوماليه بسكا اي كخشودا ويا السلام عليكم كحشودا صبح وانا اكسن لسيرادو السلام عليكم بعده نبض ويا محاد شكت ورواسيدي هذا كله سلانتي بوب هيان باسم كانوا يقدم هيا يا كاكيان باسم كي سلانت ايش يا كاكير بلشدا كاكيرت هاوشا وين هذا وضان وين الديارسان الرول يراهدو وهيلي كتابك علي هوشا مشروع من اتكا دكتار وهيلي كتابك علي اذا ويكو قسبيين ماشي دونك ادمرتان بيكو قسبيين لكن انت ادمرك دونك اد صور يسال انسان فارق قبيل يقب كدمان لا ادين وحبس عن ماي قولها سد اوعل كان نبي الله محي ايدين يقولون وحيليهن ما لا يفعلون بل ابدر ذيك وحيكو اديمي وافك كشيغي وحيهن سمينين وكو سياسي انت هذا كل نقش كي نجي قدي كي استاجي من معلن 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 هيا الأورنجري وقرآن كم تدبر شيء واجد من سياسي من نقضي دولة خصوص كسر شرحي سواء من قلب ميل تاجون كم بين قرينا يعني ما يقانين مية كي يمدوا عرابي انتو صنكرت الصوب يكتيح هل يسي مسجدها انو عرابة الربا يا ورك أبغى وشيء وقرب استاجو دقي يستي كان سامي ميغان هربرن هيا علبان قود هيا دي دي تي داوان كين هيا رواغان قبان هيا برتي تشلفستان كين الا برميغا انفعيسا يو كسي داي نين كان هو يقان انو خوغو وخس دام مرمريو وخوري الهو اداي اوغا معل هيلان مرونتيبا الهو معل هيلان مرونتيبا بوري ادا ايغو اوغي ولا يا وخو سياسيين تو مركا هدا كامبين بدا كوسو سخدا وخي شيغ هيا هذا شو كون أولي إلهي
markay kursiga ku fadhiistaan faraceen yar bay isu bedeleen. Horaanba way ahaayeene way idin reer magaalaynayeen, sida caruurta bay geedkaasaan degayna horay soo soco idinku hayaan, iska ilaaliya. Yaquuluuna waxay odhanayaan maa laa yafcaluun, af macaan iyo ficil qariban bay la imanayaan buu subanu calayhi salaatu wasalaam. Wayafcaluuna waxay sameyn maa laa yumaru, waxaan la farin shay aan la farin bay la imanayaan. نبي عليه الصلاة والسلام حديث رواية كل حديث أوليه أبو كعد عند أحمد سيالي أمور أمركم بعدي وفير صدها تلذي نقداش ذو حاقبان دون رجال يطفئون السنة لمن سنة بختية ويعملون بالبدعة وفي رواية ويحدثون بدعة بدعة لي مادة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها salaadana waqtigeeda dila waan tukanninba nabi allow nugu habsadayba. Cabdullahi mascuud ba wuxuu nabi allow kuwa haddaan gaaro maxaan ka sameeya, nabigu waa carodayba tas'aluni yabna ummi cabdin kayfa tafcal laa taacata limakhluqin fi macsiyati alkhaaliq, ma nimanka aan sheegan tilmaama hadday kusoo gaadhaan waxaad ka samayn lahayd, yaad anigi weydiinaysaa cabdullaahi ow adoo faqiih ummadda ah, laa taacata limakhluqin في معصية الخالق. وفي رواية لا طاعة لمن عصى الله. حديث رواية نبوك عدي سنة بي بختين يا بدعة لا إيمان يا سنة لقى بتقبض قال لما هو وين باب الله وضع نبي يقول عليه الصلاة والسلام فمن جاهدهم بيد نيك عن سكولة قال لمن كاس الدين كدورنا قال لماذا لا يمد فهو مؤمن نيك هو مؤمن رمى يستران قعنت نيك ولا تقي ومن جاهدهم باللسان انك عربك كل دغال لما انتو غان اودي واي افك كو خيلبلنا فهو مؤمن كاسن اسو مؤمن وي ومن جاهدهم بقلب انك قلبك ككو هدي وخ كلا اودي واينا فهو مؤمن اسنوا مؤمن الا هو بحسب الاستطاعه فتقوا الله ما استطعتم وي اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وليس وراء ذلك متك قداش سنه ما هو مع اشارته ان شيء غانت لو دورشو منكرك afka lagu doorsho wax kale hadii la waya qalbiga laga naco laga koodo oo laga kahdo kama dambeyn meel iimaan iimaanka xaqiisa xabatu khardalin wahiyaro masaga wax leeg yaani waan wuxuun khardal kubaal yar oo hada inagu beer oo keenay dhig jireen wadaadahan oo misaran jireen caws yar oo miro yar oo arkayna iska la weeyo hadana sadiida laga miraa waa la shiida saliidii sababa caafimaad baa lagu sheegaa. Geedka aad u yara midhihiisu uun ishu qabanaynin buu nabigu ku midsanlay. Qaayadna waa maxay? Iimaan ka dambeeya ma jiro. Riwaayad axmed baa cadaysay laa iimaana bacdahu walaysa waraa dalika min alimaani xabatu khardalin. Riwaayad axmed waxay laa iimaana bacda, iimaan ka dambeeya ma jiro. Macna saddexdaba martaba un wey ayib. Mar haddii shaygii aad gacanna ku doorin weyday, afna ku doorin weyda, qalbina ka kohon weyda, ma iimaanka laa jira had إيمانك لما تجره بل هذا القلب كون ويد وحوي وتكون قالوا بيسا سيد الراجحة شيء منكر كا إذ أكت إنه منكر يهي وين القلب كهوتو هدي النعيب كي قلبك وكبح وحوي قال لما مشي دقيس إيمان الآن. رواه مسلم ومسلم حديث كان وريي الحديث الثالث حديث أدعو لصوى حديث كان إلى سيدنا أحمد حنبل أوي حديث كان فربه كوكودل حديث كوكودل سمار كتال qolyahaas ninki gacan oola tagay ku jihada waa mu'min, ninki af ku jihada waa mu'min. Xur xadiidku wuxuu ku oranayaa xadiidku oranaysay boqorada jaa'iriinta ha loo sabro. Culimadu axmed way kadi waxaa leeyahay axmed waxba maadan sheegin maxaa yeelay isku baaba ma aha. Boqorada waxaa loogu sabrahayaa hee xoog waxandhada adduunkay kaa leexsada. Nabiga u sheega ansaar muku nabigu xoolo badan siiya ansaar oo u caawiyey oo waxba taray buu ansaare iska sabra aniga gadaashi waxa la kulmi doontaan ee xasho xagga xoolaha iyo dhaqaalaha suu tasaruf iqtisaadi tharawaadka iyo hantida qaybinteeda xoogu haddii adiga sadkii laga yar leexiyo diinkii kalena aan meel lagaga dhicin oo sunnadu shaqaynayso kitaabka rabbiga shaqaynayo iska dulqaad waxba xandha aduna u dagaalame taasuu nabigu ummadda kala hadlay laakiin diin la doorinay nabigu wuxuu lagu jihaado marka laba baab oon islahayn imaamku iskaga yaa iskaga darmatay saa darteed waxaa xadiidku waxaa ka qaata cabdullahi mascuud ka qaata saddexta abu raafic cataa ibnu yasaar alhilaali iyo wiilkiisa u dhalay cabdiraxmaan cabdullahi mascuud ahaa baa ka qaata
مركا حديث علوس وي احمد هورتي عبد الله بن عمر بكو استاغي حديثكم عطاء بن يسار يا ابو رافع ما كشكيين عبد الله بن عمر بن حديثك وش شيقني مركاس الحديث كان وحديث علوس يا كم قشين ورمال عبد الله مسعود كم بقلي ها وحادي بن هضان يا ابو رافع محافظ اني قربت عبد الله مسعود وكيمت كوفو حنون سنبا مدينه جوغي تطبقوا تحديث كان ويدي وانا سرعنا يقول عبد الله بن بوقني ميلور يا قناه سوغو دغن ويس السلامين حديث كيبان ويدي يقول فحدثنيه مره ثانيه كما حدثت عبد الله بن عمر سيدي وهذا كور يقول شيء ان عبد الله نو سو شيء بن عمر او سو شيء بهدنا يقول علي عطى بن ساس وحقوق دري ابن عمر با كبحي فدغي كبحي اسوغو له فخرج ابن عمر وهو يقلب كفه ويقول ما كان ابن أم عبد يكذب على رسول الله عبد الله بن عمر وحكبه حيبر وفرق أسوله إن عبد الله بن مسعود نبي محمد قوب بن أبو ورنة يحديث كان واحد علوس يعني حوليه ورب يا أنو بحديث كور قبل يقول سوء علوس ريب بن أمي اللقوم تعالى عبد الله وكي ظلمين حتى يربضون أقيستين مركا حديثهم حط الماما يعني من كان نعى السنة بدل إياه إن فود اللقليه قعن الله لطقه الله يسكر دعيه مركب حوري ما كان ابن أم عبد يكذب على رسول الله نبي قال بطر دار ميزو ما دين تبقى صاقة كقاطة رقو النبي سيقونه وتلمامي وكجرة مركب رواية ساعة دينيسة حديث حديث علوسوية ومن ثم أيو أحمد كوئير استاقي مركب حوقة تهوشة ميشو حكفها مي فمن جهد بيد فهو من حكفها ما الخروج بالسيف على جور كفها ما اسمنا كينيس اللهم بقرك كب حين ومسؤولك مسؤولك كل دقاء لمين يا منكر كسحك قبان كرتا خرنت أقول شيء خمر أقول شو بنبقى ضاد نيس خمر خمر أقول شو من البربور له يد بخور هذا كقدر فن ورواسي ده ملحمة تنوى حاران الشاه شبو وركن وض بالله ده شان تضربته تنوى حاران دربانك ويا لا تكلك شيء ميزك تكتش من قليها بان بيد أسود يا رب بلايد أفوى بختك يا تكرح جوتشين محل هذا هول شقا شقا دولي بان وطابا الإيران وحق ترى هيا شعب كان كوها بلايد أنا كان قبان هيا بان بيكو أنا ضعت كوة يعني اسمك يعني دولي إلا الدميو أيضون قالوا من الدميو إيو إيا إن حق الله شيء إسديد ما هيا يعني أظن دولة الدومين ونظام كهر إيمان إن يدخلت كصحيسة والحماها كقبان كرتا والقعان تفحك كقبان كرتا مركا خروج كي يلا دقال لكم بابك لو كو إيمان دونا إن شاء الله تعالى وانقارين الثالث حديث كصدحة عن أبي الوليد عباد بن الصامت قال حول السحابة بايعنا رسول الله هذان أنصارنا هاي بيعة العقبة إيا فرية كلابة نبي محمد بن بلان قلق على السمع إن أمرضي يتلس كلام مقله وركوضة وطاعة الله كان سماء لفري أمر كودة في العسر حلق أبارت إيا واليسر حلق بيحوق يتنات كبا رواية كلا عبد يسوى في النفقة على السمع والطاعة في الإنفاق في العسر والإنفاق في اليسر هذه دولته ورد قالها الله بعيه مسلمين تطوالي سنها لو قرمدو لبك وحلق قبطو حل عروس أبار هدي لتشوغي هدي حل برواق لتشوغي بيحوق وإن وحلق بحشو عسر يسر هو في الإنفاق يدق عليه خصيصة والمنشد والمكر وحق عجزك يكسل كذا إلا مغلو بقرد أولوه كان سما في والمنشط حل قال له فرعون يا هاي إذ فهمي سنت هاي إذ وحن قبان كرتو أضوه في فرعون والمكر حل قال كهون يصير عقا تشيديس واد مقلي وانه قامن عليس باكو قنو قطع عقا فهم هذا مكر لأيه وحكو النبي قلنا نودر دار ميئنان وعلى أثرة علينا إيه حشدون شاءنا كل عيسى حق حوالي ناس كقد القضان تنوي تلوض القضاني وعلى أثرة أثر دوام معي وإن رقاله يحوله قاب كل لوق قيبني سي أضوء لوحد قد بي الله قيب شو وتي النبي قول أنصار يجي صبرا سقد القاتة قداشي وإيمان دونتا وحبا حندا دون حقود قال لما دي دينك إلهي انت كلا توسني ee xashadu sheedo ku dhacayso xooli dadka loo dawaarta adduunka hadda boqor boqor iyo wiil yar oo labaad ama soo dunjir ah antida adduunka dhan iska ciyaaraya wuxuu doona ka sameynaya in rijaal ya khuduna fi ma illah
يتخوضون في ما إله فلهم النار هل ودون المسلمين تمانت ذكر الإسلام كشيء تكمله رقالي سحوق قيب السماء روح كسو أدون كمسلم كنا لأنه بشه له شن بقول دار وفي رصدات رقالها يكون عيار ريان هل دولة وليها وحيدا لابد دولة ولا سكوت درع يجا كمله رقالها أجا للدنيا أيوه يكون تنتان هدي لصيد عدالة الله قيبي مسلمين تؤدون كمان تكاء ربع بقولك والله بعطاني عشان أدون كاء أحد والب ومسلم وحبش هلها شن بقول الدولار كورم لا صعدة وشايدة والله عيار يا أنتي وحكم النبي قلنا فريون بعقولك اللي عفوا على ألا ننازعين أن كل أمر من الأمر سياسي التلاذ إمام ملك أهل وضدك إسكالي مدن يقعنتك وهي ومسلمين يحكام أن قال لما كد عم بأهل وأه إلا أن تروين دركتان من كفرا قال لما بواحا عد وفي رواية إلا أن تروين دركتان مين كفرا صراحا عد مركا أيضا وكل مر ما هي إلا رداء واجب أه وإجمع السلف الصالح يهضو حاكم كم يضحونه قال لما كدعه إلا عزلة واجب أه كل جينا سكوت تقنود منا واجب أه هذين الدموين انتن ضعيفة ويستقتل قدولة إني الدم سجدون إن التجارة واجبة هدا الدمو ويد وطورنا اللو يمشى وقتليه إن لقى هجرة واجبة وهذه اللي هلا يميل له هجرة أبدا نما المسلم هن مسلم محكوم كرو لو من هو جان سمايو لو من خضوعي قولي دب الله ده هاي واجي جديديو إلى بعقلك كقاضي وحده مايك باكي وولي الأمر سكر ما يسوى واجي أوجه والله صوب ضمري إلا أن تروا إن غرتان مويين كفر بواح إسليم يكدع مايك باكي وولي الأمر وإن الله ضيع واجب والمسلمين تقع ضيعان وحكى استاذ كسوى سندونك إلا أن تروا ضعيف كل يتكمن جابا ما أرك ضعيف هذا اللي يتمان جابا ويؤون مآلات كي سياسة المسلمين تان وحبك لسعون وطائفة مرينك إنجليز كسامياً أصل كودي إن بدانو إسك الصلحون كور قمنا واكو آفوبين وعيداً صوماليه الضبك منافق شدو هي مسلم باكو قبتا ريس عود باسمية هولي مخابرات كمرينك كي إنجليز كتر شدين بايد كدبنا هول باللقوم دغالكي عراقي برقا دحي يا خليج كدبنا الدين بالغا دكتايبا وذا يغا كميدا وحالغا شيغا أنو ولي اتحاد كي داروتك كسفر شدو كبقين الدولة دارت صنو وإيان يا دعوة مباركة نوقتي مد وجوه جوالك سيدي المشي هذا عمق عايم ماي يبرق نوقتي مد خليج كديم نوان وحين نوقتو السمن والعسل أحيانا نوا إسك خرافة وإسك أوجاد قولي أقدر المسلمين تمشروا لأنك مكلا جه الله إن لجسيب بترجع مسلمين بترجع ضبك إن لجسيب تلفونك هذا بترجع كده أنت مش شغالين يا روح المسلم كوحا كجرته إنه الظلم جديد والدل جديد روح ذا ساكترت قومك الله صدري ويروح ذا إني أبدا مسلمين تكسيبان إسك عابن هذا قرب إذا قلش قد عايات مثل يدي ويقول يقوليه هو يلقب بابين يا حمر مدى يكمل هدى بتشوغة وإسلها هو يقول لقيساء يا للأحمر السود والشهدي حديدين اللي إسكعلي إن اللي إسكعلي وديدية مركز أنا كمان بقول لكن إنك يسوع قدبي والعهدة عليه وركل لكن واقع عام بوها هذا نوتشوا قه إنك أوش على قصو تبيه يا حلو ورمان كان حمار هذا هدا يقول جي يقص فوق جلا ما حنس ما يني سكبة ده حمار ورم قوف كي جميه درس دي بيقص فوق جلا قول كي قبليه عروتي فصبر بود فصبر صبر إذا حبت ريدي مجد ورسلان تبي يقف صدام فصبر بود عرورتي بي كل خفر عشان فاصبر أنا يدي هنجل بها قبصه فاصبر بور بلو في رسالة هو شاس وانما الله صدرين إذن كسيبان بتاريقة ضبكة نهضة يرتع كل الكايرك إذن كسيبية وإن له اكتو وكيلا هايين حتى ومنشور أيها سراكيشو دي سعودك تشوغي هاد إياها بين ليلة النهار 24 ساعة هادين مدح وينه تيفيق أوفر دي أسوق الزني السنة
فوق لما دي كريتا انت فوق فديات او الله داوون اما خلوه هلكا كعبي وان له فاسمع واضيع هادو خانيس دبا كو سمينه تي في او لايف او هودا لا جلن هي لما هادلي كرو نيمان كان اسك اوغادا هو شود وا هول ادو لي توي قولي ادو لي توي زنادقه كو جيرتا مسلمين صلحي ليهين و شيخ شيخ الاسلام تيميه ها الصوفي حوري وا لفظ مجمل فيه مزنديق والصديق قولي هوش ان لسعنين وأهل خير فربضاً باشرة هذا كبت بدن قال لما كلون وانو قدان شيئين لكن أصل كود إن من مسلمين تأني مشارها بابيان وفيل شجويان ويدل جبران يفور كبران لو طلق ليوي ولذلك وذاك الشيخ حسن الزبادي اللي رجل وحول وأخطر طائفة على المسلمين أخطر طائفة على المسلمين وحكومة مثلا بحالك حركة ليلة حرم الطقانة يدوك الرمال باتين موقت حرم يدقر نيسا وحاجة ربها برمبرة وكير برمبرة يقول مثالنا هاي قيدها قيد قواح وقلا قيد كووين وقروح سن يردوح كدو كعنا هيا إبر قيد كدنا حربش ونقونا هيا حقا موغالك ما كاث فيرس وحدي قيد كعلوسة أتكا وريحي وبرنعيا قيد قبب وحوادادان هيا نحن يا كعنا إذا فرهم وين وحا نحن إنك جرى إذا هيا جديدي أو حر حر إسكا إلالي آفوي مساجدها لك إلالي نمان أدو اللي تحنوي نمان قاس عندكم من الله تعالى فيه برهان عندكم إلا أن تروا كفرا بواحا إن قال لما عذا ركتان عندكم أكتين أيتا من الله إلى حقيسة فيه في الكفر برهان حجو أضوه ستان وحوا قال لما وكفر إلا سكده الله ما أقوله دليل آيات حديث إجماع الزلب الصالح قياس صريحة ومعتبر الله قربا وحكوا أنه يقول بعين الولا قالوا وعلى أن وعلى, وعلى أن نقول بأن إيد القرآن وعلى أن نقوم وهروات كقاركود ولي بالحق مكة لا إيد هذا وأن نقوم ذاك في حن وعلى أن نقوم إن أن يستغنون لا يستغنون بالحق حق لا يستغنون أو نبغوا بيع عن كلق الله وعلى أن نقول إن أن نراهنون كؤدين بالحق إن نبغوا بيع عن كلق الله رواية كلا عديس وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن نبغى أحد كلق الله عديس أين ما كنا ميلا لميلا نجون بقى لا نخاف أنه نكبق إن في الله أي في دين الإله الدين كيزة لو متلائم مد عرانا يا عنانتي مد عراتما يا عراتن كأنه انكبغ إن حقنا إن عدينه ماشى هوري إلا أن تروا كفرا بواحا وقالك قاركو حيدي إلا أن تروا عفوا إلا أن يكون معصية لله بواحا كفر وما معصية ركتان من مويل ومرك والأمر بكرتان قلي بقرضا ما لم يأمروك بإثم بواحا وروايك لي بواحن باي ووغل لمشد هاي هوري هورا دبا تاغت دينك جوجي اوشاس بواحن ووغل لمشد هاي بواحن وام اي ظاهرا بواح ومن باح بشيء يبوح بوحا وبواحا اذا اظهره واشعه وابرزه معنى كلام لها يعني كفر وين عدي هاي كفر وروح وقرصن ايو اما غرو يس غدها او كسمين ايو يهوس وحبا انك نغما جلين وينو شيخ بنان كي يمادو انو عدي هاي شيخ متفق عليه بوي شيخ ورنت المنشط والمكره بفتح ميمهما لو من بال كرد بها يا هدي اي في السهل والصعب بالو جيده حلق هو شو اي سهلنت اي حلق ادق تهيبا امر كقاتو او هو غانسما سياسيين تن يتلسكينا هدان لا اسمق لو سو غانسما دوله تري ميس والاثرة الاختصاص بالمشترك وان لو نقض وحي لو وداغ هي وحي امده كدخيو غوني دد او قاطان وي وقد سبق بيانها ونصور مر عدين تدو بواحا بفتح الباء الموحدة بعد هالك دبعي الله كردبه بعدها واو ووا كدم بيسه ثم ألف ألف كدم بيسه ثم حاء مملة حاء دبع لهم بكدم بيسه أي ظاهرا كفر عدو لا يحتمل تأويلا وهذا فاسد لا دليل عليه وباطل لا يدل عليه شرع ولا يهتدي إليه اللغة
لغنا كومتو سيسو كتابنا كومتو سين لا يحتمل تأويل اسكي الهلالي وباطل لا دليل عليه. ابن حجر بايلا نووي وباطل فاسد ومن كيسهم وركا فهن مركا الله بواحا وانو يهي ظاهر لا يحتمل تأويل حقيقة قرانتاي ما لغة شاكتي مركا الله فصير ينسك قرآنك امن نبوك وانو قفصيره اما بعرف شرعي لا يوجد عرف غانا مجره واما بمفهوم اللغوي لا يوجد بواحا من باح بالشيء يبوح بوحا وبواحا اذا اظهره واشاعه انت أوي لا يحتمل تقول ماشي ميال لان وحامشا كصبحي سكفر ظاهر كا ان قطع اهين ان صريح اهين لكن ظاهر في معناه ومدلوله إن الحجيزن إن لا طوره واجيب كودا هو شايسك إلالي برهان مركي يفسر وحكو فسر وقليه متكلمين تأشاعر وحكو فسرين ودليل يفيد القطعية واجيب كودا إسك إلالي البرهان في كتاب الله ومحاي الحجة شرعية شيء والبول الحجيز في دين الله وبرهان قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين مركا إن لغو فسر النصوص الشرعية بالمصطلحات الحادثة وبدعة في الدين بإجماع سلف الأمة نسك قرآنك يا نسك النبوك مصطلح دنب هل كنت دنب أو ضائف كل شيء أما أمة كل شيء لغو فسر كرو عرف النصوص لغو فسر وعرف مقارن كحل النبي محمد شيري ولذلك الصحابة شيء منكر كو أركان وكوكب سنجر الدولة وإن لم وإن احتمل التأويل وحي حجوها يستان ولو ظنية ويكوقب سنشري مركا وإن قطعيتها لا تحتم إلا معنى واحدا ومن كيس المتكلمين الأشاعرة أقوق إسكا إلى لي أوشا أيضا أي ظاهرا باصحة ظاهرا باديا غير خفي ولا سر. الحديث الرابع سوكم أدرك من سوقتي وارد يا راضي انت أنا كتبين قيبت قصها بسن حكامة الجوردة والله وقيب إن يبدع لي مادين إن عفو إن كفر لي مادان كفر هذا لي مادان وإجماع الأمة إن لغبحي أو للدمين قال نوطة للما هي الدين تنظم معقب قال نوطة لي مسألة خلاف ما لها ننك خلافنا مسلم معها اسكوغو أو شايدا هل كاها كديسو وحن ما أنت اللي يسكوها هي ودادية مسلمين يا شعبك مسلمين تأي كعبان هيانا وما الحوين يال يا سياسيين أمبدا له رتاين قال لهم دستور يا ديمقراطية يا كفر يا علمانية يا دين كلاه إن لقدتك حير كان الله كان صدو شرعي الله ضدوبه قد لقره دو أنت أمبال اللي يسكوها هي وحن اللي يسكوها هي معصية معها ضدو كما تقنا معصية ودادية وداد كدائي كهلا يلي معصية كهلا يلي مسو كفر بيهور تقنا يلي وحل هرتاغين وكفري كوا مركا يو مدحويان ماها نينكي دا محوي انو يهينا مسلم ماها اوغادا نينكي دا لغوما بحي كرنا مسلم ماها كل وحا صدنا هوستا كحرر وقرت الجوائي وحاب ان شغل ولهي وحي دون هالشيغين محا كو يمد انو مدحوينه اللي ما دا بدعو والدين تو حكا سنده ببدل اياه بدعو اللي يمد صلاة دي كو سابسن صون كنو كو سابسن شريعة كصاب صنطقاً كني معاملات كني بدعة محدثة في الدين بوليمن مركا يدا ولا وقع إمت كميدا إنا ينو كريدي كرون أسيق عزيلي كرون يدو دي كدادانين في النووي نيسا كدالين وواجب على الراجع من أقوالها العلم ورأي جمهور العلماء بل إجمع بسوقري أحم نصر الداود أبو جعفر شارح البخاري والموطأ إجمع بسوقري هذو حاكم كل ما دبدع في الدين حقنا انه عزيلي كرون حلك كقاضي كره انقلاب عسكري ابيض انقلاب دموي اجرازو اسود انت رو تشني وهبين لا عشيان ضب قبني قلبان كحني اذا عدنت وحان لي وحان وانا عزيلي مدحوين وحانا مدحوين كدلك شيخ ابو الملحوين قيس وين مع السلامه لو كلتك اضو عرفت اضو حيرو درنا جوجي انت شغف عن كيف ليس الا والله وابط رانتي حقوق مشاران كسيرين هذه افق من الملتري عط لغو كالتوري كر ان لكالتوري واجب لماذا؟
dawladda iyo nidaamka siyaasiga wuxuu ahaa wasiilo loogu adeegayo diinka. Wasiilada hadday fasahaaday oo bukootay, tartiibna la asturi karo idoon dhib ka dhicin waan asturayna. Tana waad fahanteen. Haddaan la asturi karin in dhiig ku daato iyo ummad ku baaba'da mooyeenu waynu u dulqaa intaan ka helayno tabar. Waxaa ku yimid inuu jawr la yimaado. Bidcaddiina lama imanin, kufri kuma dhicin, xuquuq dhaqaalaha ayuu ka dhigaa min al-axati ree hebel inta ka agdhow saraakiishiisa ayaa sida goofanihi u dibira, ummadana macawlbu u baabi'iyaa. Hadduu howlaha kale galaa iska caabinteeda iyo halganka iyo kitaabka qur-aanka inuu taliyo iyo maxaakimtii iyo xijaabkii iyo akhlaaqda islaamka inoo saxan tahay, intaan xoogow adduunyada sandare waa iskaga dulqaadanaynaa. Amarkana waa la daba warkadda war ilaahay ka cabso, na'muruhu bilmacruuf wa nanhaahu cani lmunkar, kuna bixi mayno. Saddexdaa masalo kala fadhiya weeye, ha isku qaldin baababka. Dhiga la fasl ba la soo istaagaysaa. Wallahu subxaanahu wa ta'aala aclam.